أنا مش قادر أفهم أنت إزاي مأمن لراجل زي ده؟ ده كلب أفندينا يا حاج وعمره ما هيبيعه. لازم يبيعه، لازم. إحنا في خطر يا براء، ولو اللي في دماغي ما ظبطش كل حاجة هتضيع مننا. نفسي أفهم أنت قلقان من إيه بالظبط يا معلم؟ ما ترسيني معاك على الحوار وتدخلني معاك في الصورة. أنا حاسس إن الباشا هيسلمنا الخميس زي الخفان، وأنا مش ناوي أبداً أناولها له، عشان كده لازم نحصن نفسنا قوي قوي قوي. طب ما أنا قلت لك الكلام ده من بدري يا حاج، أنت اللي ما سمعتش كلامي. أنت عملت إيه في حوار بنته؟ بنته؟ ما أنا سبتها زي ما أنت قلت لي. لا معلش، رجع لها تاني واستمر. بصراحة أنا ما بقتش فاهمك يا حاج، شوية تقول لي سيبها، وشوية تقول لي رجع لها، هي إيه الحكاية بالظبط؟ يا نفهم بقى، بنته دي هي الشوكة اللي هنحطها بزوره. لو بعنا لازم ترجع لها تاني بس تحت عيني. يعني أرجع أدوس بنزين من تاني؟ آه، بس دي ما تنسكش اللعبة التانية. لعبة إيه؟ الرمانة. رمانة. آه رمانة. خشي اللي برا. اديني خشيت اهو اللي جوه. ايه يا تونه؟ مش رايحي نفسك شويه يا حبيبتي؟ قدامي موضوعين بنزلهم عشان نصورهم، انا عارفه ان اللي معاك خلص وده موسم. حلو. شوفي بقى، الامتحانات دلوقتي بقت على الابواب، وانا عايزك تركزي عشان تفهمي دروسك اللي قدامك دي. ما تخافش، انا تمام. وبقيت اقدر اطبق يومين ثلاثه. يا سلام. طب ما عملك شويه قهوه؟ ما تعمليش حاجه، تصدعني وخلاص. شكرا يا بابا. العفو يا بنتي، ربنا يقويك على اللي انت بتعمليه. بصي انا قاعد بره، لما تخلصي اللي بتطبعيه انا هاخدهم منك اتبسهم واجمعهم. ماشي. يلا. الو. ايوه يا منى، بقول لك ايه، انا شكلي اتعودت على الحبوب الهباب بتاعتك دي. ايوه بتصحصحني، بس انا مش عايز اعود نفسي عليها. دبريني قولي لي اعمل ايه. يعني نص مش هيأثر؟ طيب ماشي، يلا سلام. كل سلطة يا معلم، سلطة. شكرا. سلطة يا حبيبي. شكرا. خد بلع يا معلم، ده من فرنسا. يسلم ايدك. كنت حتة اللحمة دي وبابا، حتة اللحمة دي وبابا. والله انا وشيف، انا وشيف بابا. وفي ايه يا باشا؟ مفيش يا معلم. دي هديتي للعروسة، ألف مبروك يا معلم. الله يبارك فيك. تعيش يا باشا، ربنا ما يحرمناش منك. ودي هديتي لأحلى عريس. تشكر يا فندينا. يا حبيبي. وده الحبيبي. ايه دي النقطة؟ يا حسن، طول عمرك حسن يا معلم. ده شيك بنص المصلحة اللي خدتها منك. ما تلزمنيش. أنا أصلي راجل تعودت إن أكسب من عرق جبيني. اوه برافو برافو خميس،
طول عمرك تبهرني بسلامتك. متعلم منك يا باشا، متعلم منك. طبعا طبعا يا باشا، طول عمره بيبهرك، طول عمره بيبهرك. صح. انا بقول يا معلم، هتقضي شهر العسل فين؟ باشا يا باشا، شهر عسل ايه؟ خلاص بقى كبرنا على الكلام ده. لا 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 في ايه يا فندم؟ ما تقولش كده على نفسك، ده فال مش حلو. يا معلم، اليخت بتاعي مستنيك في الجونه بكل اللي بيشتغلوا عليه تحت امرك. السلام عليك يا باشا وعلى حنيه قلبك. للدرجه دي بتحب المعلم النوح؟ الله، قد انا ما بحبه. هو في الدنيا عريس هيبقى غالي على قلبي زي المعلم؟ لا طبعا، ده اغلى الناس، ده ماكسيمم يدبح لك 100 جمل. انا يا جماعه متشكر قوي، بس انا لا 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 انا مش فاضي الكلام ده، انا عندي الشغل اهم. شغل ايه بتاع ايه يا معلم؟ خد وقتك زي ما انت عايز. على اخر اقل الراجل يكون وضب حاله ولم اعزاله عشان يرجع بيته اللي انت عايش فيه دلوقتي، وانت تكون وضبت حالك وتشوف لك بيت جديد. راجل ايه؟ الراجل بتاع الكفتة اللي ورا ده؟ لا، الراجل بتاع الكفتة اللي قدام اللي انت قاعد في بيته، مش كده برضه ولا ايه؟ يتوب علينا ربنا. في صحة العريس بقى يا خميس. في صحة أحلى عريس. إن العروسة دي أدابها وحش. العروسة فقر.